في المكان ده اتولد السيد المسيح عليه السلام. في المكان ده عاش السيدة مريم والسيد المسيح وهو رضيع. أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك. أما دلوقتي فإحنا موجودين عند كنيسة المهد، والجزء اللي ورايا ده هو الموضع الوحيد أو المدخل الأصلي لدخول إلى كنيسة المهد، وجوه هنلاقي النجمة اللي فيها ولد السيد المسيح. إحنا النهاردة موجودين في كنيسة المهد هنا في بيت لحم بفلسطين، وفي المكان ده هتلاقوا ان هم حاطين نجمة بيقال ان هنا ولد السيد المسيح عليه السلام. اما في الموضع اللي انا موجود فيه حاليا فهو المكان اللي جاءت به السيدة مريم ووضعت فيه السيد المسيح بعد ولادته، يبقى هنا مكان الميلاد، وفي الموضع اللي انا موجود فيه المكان اللي شالته فيه يعني بعد ما تم ميلاد السيد المسيح. وهنا احنا موجودين في المغارة اللي بيشار فيها ان الموضع ده عند النجمة، تعالوا كده، هو الموضع اللي ولد فيه السيد المسيح عليه السلام. هنا انتم متخيلين يعني ايه؟ يعني انا موجود دلوقتي في مكان ولد فيه السيد المسيح عليه السلام، موجود هنا في مكان جاءت اليه السيدة مريم ووضعت فيه السيد المسيح، ولذلك المكان هنا بيسمى بكنيسة المهد. وهنروح لمكان تاني موجود داخل القدس وهي كنيسة القيامة. احنا دلوقتي موجودين في كنيسة أبي سرجة في مجمع الأديان، وفي المكان ده اللي بيطلق عليه اسم المغارة، وعشان كده الكنيسة كمان بيطلق عليها كنيسة المغارة. ليه؟ لأن في المكان ده عاش السيدة مريم والسيد المسيح ويوسف النجار لما هربوا من فلسطين إلى مصر، وكان السيد المسيح في الموضع ده وهو رضيع بينام، وفي المواضع دي كانت موجودة معاه السيدة مريم ويوسف النجار علشان يرعاهم أثناء الرحلة المقدسة داخل أراضي مصر، وده كان من ضمن المواضع اللي كانوا موجودين فيها، لكن في مواضع تانية موجودة في القاهرة وخارج القاهرة. ومن ضمن المواضع دي هي المغارة الموجودة في أبي سرجة، واللي بيقال إن السيدة مريم وسيدنا عيسى كانوا موجودين فيها وهو رضيع، ومكثوا فيها فترة من الوقت علشان بعد كده يروحوا لأماكن تانية داخل مصر. وقبلها كانوا موجودين في وادي النطرون، وكانوا موجودين في عين شمس، وكانوا موجودين في المطرية، وكنا عاملين حلقة قبل كده عن شجرة مريم الموجودة في المطرية والعجين اللي ما بيخمر. وبعض المفسرين قال إن الرب هو ذات قرار ومعين هي أرض مصر، أرض خصبة وفيها الأنهار، لكن في أراء تانية لبعض المفسرين وهي أرض دمشق، كمان قالوا إن هي موجودة في فلسطين في الرملة، والله أعلم بإيه الصحيح في كل الأقوال دي. أصدقائي الفطار ده مميز جدا، وده ليه؟ لأن احنا موجودين في بيت لحم، المكان اللي موجود في كنيسة المهد اللي بيقال إن هي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام. وطبعا الاستضافة هنا في فندق ريجينا هنا ببيت لحم في شارع القدس الخليل، صحيح؟ لازم تيجوا هنا. وطبعا أنا بنصحكم لما تيجوا هنا تاخدوا في الطابق السابع لأنكم هتشوفوا المدينة كلها من فوق. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن كنيسة المهد هنا في بيت لحم، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.